فزاد بعد شوي على سكالد بلاتينيوم موديل 2017 ماشي 106 ألف مايل فقط، اللون أسود من الداخل جلد بيج. توقعات السعر 8600 دينار كويتي شامل الشحن إلى جميع الدول. السيارة بحالة فوق الممتازة، موديلها جديد وممشاها قليل. السيارة ما فيها أي ملاحظ. سيارة بحالة الوكالة يا اخوان، مزادة بعد شوي ان شاء الله.